قدر ما نحضر تكريم احدى الشخصيات العراقيه وبدافع ذاتي. جمعيات المجتمع المنظمات المجتمع المدني في بريطانيا بهذا ترتيب هذا اللقاء وهذا الحفل البسيط بالحقيقة هي مبادرة من هذه المنظمات تثمينا للدور اللي قام به الدكتور عبد الرحمن في دعمه لجهود المنظمات هذه. فاحنا استفادينا بالحقيقة وسخرنا المكان والخدمات في عدة ندوات وفي عدة مناسبات. دكتور عبد الرحمن دياب مدير المركز الثقافي العراقي بلندن. صوت الإسلام مثل ما اتهمت بعض المناطق وثوار عشائر وغيرها، لا، المنطقة اتهمت أن الوضع بالمربوط لهذا قررت أن تقاوم بغض النظر عن الخسائر اللي راح تصير أو الشيء اللي راح تتحمل. يتفضل الدكتور صلاح نياز الشاعر الكبير ورئيس رابطة الأكاديميين العراقيين سابقا بإلقاء محاضرة عن دور المركز الثقافي العراقي في لندن. أن أقول بعد هذا الفيلم البطولي المفجر الكلمات تبدو بارزة وأبرد منها إذا قرأت المحاضرة كاملة، لأنها معلومات متخشبة ويافسة لا تصلح لهذا الجو الحميد. لذلك الحقيقة في هذه الحومة العاطفية الشديدة هجمت على رأسي أفكار شديدة، أو كما يقول الشاعر تكاثرت الظباء على سعيد فلا يدري سعيد ما يصيد. لكن لأبدأ بالفيلم، بدأ الفيلم بضوضاء من القتال كبير، لا تعرف من القاتل من المرمي من الرامي، كلها سوية. ولأن الدكتور عبد الرحمن دياب متشبع بالأفلام الإنجليزية وبالثقافة الأوروبية، فإنه ابتدأ بالإرعاب بحاسة السمع. العرب يصورون الرعب دائما بحاسة البصر. جحيم الملك لير لا يصور إلا بالضوضاء، وحينما جن الملك لير وصاح هول 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 أربع مرات كأنما يخاطب دورة الكرة الأرضية، فالبطة مثلت هذا السلام الموجود داخل هذه الضوضاء. انتهى الفيلم بشكل عجيب بالموسيقى، ليس فيه لحن وليس فيه عظم وليس فيه لحن، وإنما أثيرية وهو الصمود الروحاني الموجود داخل الإنسان. في فعاليات كما قام بها المركز البارحة كان هنا فيلم، واليوم هذه الحفلة، ثم معرض رسم، وأكثر من ذلك هو الضيافة. ظهرت هذا الفيلم يمثل شخصية هي أفضل تمثيل ويمثل شخصيته داخل المسرح. دائما هناك ضيافة، والأقل بصراحة أنني لم أدخل بحياتي مكتبا عراقيا
وأجد فيه هذه الكمية الكبيرة من الابتسامات ومن الترحيب ومن الدفء إلا في هذا المكان. وإذا ذهب أحدنا فآخر ينتظر في الخارج، إذا تأخر يتسم بالحديث. أما الآن فتدخل مواطن عراقي وتدخل وتخرج مواطن عراقي بدون أي هوية أخرى. المركز الثقافي العراقي فيه دينين مختلفين. هذه أول مرة أقف فلست مستفيدا مباشرا من المركز، لكنه اعتزاز كبير بما أوجده هذا الرجل والطاقم الحامل معه. حيث لم تجتمع جمعيات الجالية العراقية بلندن على تمجيد المركز الثقافي من قبل، كما حدث للمركز الثقافي الآن بإشراف الدكتور دياب. وللعلم فإن كثيرا من الشخصيات الكبيرة والمرموقة العراقية أبدت برسائل شخصية إعجابها بإنجازات هذا المركز، وقد شهدت على ذلك الفعاليات المنوعة الكثيرة التي كانت تقام كل يوم سبت بفعالية أو اثنين في الأسبوع، بالإضافة إلى الورشات العملية لتدريب الطلاب والناشئة والهواة. وما هذا الحفل إلا اعترافاً بهذه المنجزات المتميزة مقابلة مع المحتفى به الدكتور عبد الرحمن. جزيل لكل من حضر وساهم في هذا في هذه الاحتفالية، وبالشكر الجزيل لكل من غاب لأي سبب إن كان. كان لي شرف كبير أن أتواجد طول هاي الفترة يعني أحتل هذا المكان أو هذا المنصب، لكن الأقدار لها غاياتها لربما، ويعني قد أكون محظوظ بهذا الشيء ولم أكن أفضل شخص لأجسد هذه المهمة يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور عبد الرحمن. ممكن تعطينا مقدمة عن سيرتك؟ عملت يعني بعد الاحتلال أو أثناء الاحتلال مع صحفيين بريطانيين، كنت أثناءها يعني مكمل لنصف مرحلة الدكتوراه أيضا بجامعة بغداد كلية الإعلام. اكتشفت من يعني من عملي مع مجموعة من الصحفيين، الحقيقة لم يكن صحفي واحد، أني فاهم الصحافة بطريقة خاطئة جدا، وفاهمها تحت شعار الفزعة يعني. حقيقة اكتشفت ضعف كبير بفهمنا للصحافة من ناحية الاستقلالية، من ناحية المهنية، من ناحية الوقوف على مسافة واحدة من الجميع. وكنت أقاومها بالبداية صراحة، يعني من أشوف صحفيين بريطانيين يقفون من كل الأطراف بطريقة، على اعتبار أنا عراقي عايش بالمجتمع العراقي، فكنت يعني لربما مو بلاك اند وايت، يمكن بس بلاك او وايت، يعني ما اقبل لون ثاني لانه ثقافتنا هي هاي الحقيقه هناك، خاصه في مرحله معينه كانت يعني الاعلام هو العراقي الموجه كان احد اسباب تشكيل مفاهيمنا. المهم انا بعد هاي التجربه وانا كنت مكمل دكتوراه على ابواب انا اكملها، واكتشفت انه انا عندي البنيان مبني على اساس خطا، فقررت ان يعني أرجع من البداية، فغيرت طريقة أولى للتلفزيون وأعدت الماجستير من جديد ومن ثم الدكتوراه من جديد في جامعة سيتي. اشتركت طبعاً عملت بمؤسسات بريطانية منها شانل 4 بي بي سي والجزيرة إنجليش. عام 2006 فزت بالجائزة الملكية التلفزيون البريطانية اللي هي الرويال تلفزيون أورد، اللي هي أعلى جائزة تلفزيونية بريطانية، وكان أول عمل تلفزيوني اللي بالحقيقة، وكانوا مشاركين منافسين صحفيين بريطانيين يعني من أسماء لامعة جدا. لكني
لربما يعني نحن كعراقيين لدينا أدوات ما يمتلكها الآخر، لكن هي تحتاج إلى نافيجيشن إذا صح التعبير، حصلت عليه أنا من خلال دراستي بالجامعة هنا. يعني أنا أنتمي لمنطقة جميلة هي جزء من رئة بغداد الخضراء، نعيش وهاجسنا هو هاجس بغداد، نتعلم من أهالي بغداد الحقيقة. أنا من قرية يعني مدينة عظيمة كان فيها مجتمع تتعلم منه كل شيء جميل. أنا دائما أقول أنا جيت لبريطانيا حتى أتعلم، لربما ما علمتني إياه بغداد هو أفضل بكثير، لكن بغداد كان دائما مظلومة الحقيقة في تمثيلها في العراق. لم يسنح لي يعني لأهالي بغداد فرصة أن يكونوا في المقدمة، دائما هم محاربون، وأنا أعتقد هذا بتوليفة خارجية وليست توليفة مجتمعية عراقية، لأنه نحن كعراقيين كلنا معجبون بأهالي بغداد حتى وأنت بغددوا علينا يعني. فيعني هاي هي باختصار سيرتي الشخصية. الصحافة في العراق إبان الاحتلال الأمريكي، هذا عنوان يعني طروحتي، وهو كتاب صدر مؤخرا، طبع يعني هنا طبعته مؤسسة أسكنز لل يعني بوبليكيشن هاوس. الكتاب باختصار يعني يحكي بكل ألم صراحة. أنا كنت أنا صحفي فشوية يعني حتى يمكن أفضح نفسي لأن ما أحب الكذب، كنت كلش من المعجبين بالأمريكان ستايل ومن المشجعين، يمكن أفضل مشجع للاحتلال الأمريكي للعراق كلش جدا يعني. بعدين تفاجأت بممارساتهم، كنت أحلم بشوارع خضراء، أحلم بإنارة جميلة، أحلم بفنادق حلوة، أحلم بجامعات، أحلم بأشياء كثيرة يعني. كنت أعتقدهم يحترمون حياة الحيوان، فأكيد أكيد هم يقدسون الإنسان. فشفت ممارسات سيئة جدا صراحة أمريكية قلبت عند الصورة يعني. فكان هذا يعني أحد ردود الفعل. أنا الطروحة مالتي كانت تركز على مسألة يعني باختصار جدا الفجوة بين وعود وممارسات التحالف الذي قادته أمريكا في ما يخص المجال الإعلامي. كيف وعدونا بتأسيس مؤسسات صحفية على غرار البي بي سي، وكيف كتبوا على الورق أشياء جميلة ورائعة يعني إذا قراها أي إنسان لا يمكن أن يتركها أبداً، لكن تجي على الأرض ويعني تجد قبيح عملهم بالحقيقة، خاصة في تأسيس مؤسسات إعلامية طبعاً كانت على أسس طائفية ومحاصصية حتى يمزقون لحمة المجتمع العراقي، أعطوه لناس غير متخصصين ما لهم علاقة في مجال الصحافة أبداً إطلاقاً، لأنه هذول يقبلون بأن يؤدون أي دور مقابل كانت مليون دولار مقطوعة ورواتب الموظفين لمدة سنتين يعني هاي المقاولة كانت. فيعني كان هذا باختصار. التحديات التي واجهتها في عملك داخل المركز؟ والله التحدي كان بصراحة أنا كلفت بعمل في بريطانيا، وبريطانيا وخاصة لندن هي مدينة البرزنتيشن، هي اللي علمت الناس كيف يقدمون الأشياء، وكلفت بتقديم يعني أعمق وأثقل عبء هو الثقافة والحضارة العراقية في بلد البرزنتيشن. فعبئا يعني جدا صراحة ثقيلة كانت، كل واحد يعني يجرني باتجاه، لكن الحمد لله صراحة ساعدتني الجالية العراقية الغنية بكل شيء يعني. بدل من أن نفشل في عملنا أعتقد أنه أخجلنا عملهم كبريطانيين وإنجليز، وكانوا معجبين جدا. ويعني الدليل على ذلك أنه زارنا في المركز الثقافي العراقي بعد فترة أقل من سنة رئيس البريتش كونسل بنفسه، ويعني قال كلمة لن أنساها كلمتين، هو قال أنه أنا جيت أتعرف عليكم وأشكرك على المنجز اللي صار في المركز في وقت قصير، كان مع كادر وبعدين تبع الكادر، قال أتمنى أن تتعلمون عمل من عبد الرحمن، وضحك يعني.
وهذا يعني كوتيش يحسب علي مو كلام انا يعني اتجرا عليه واقوله لامتدح نفسي. انا اصلا صراحه كل شيء خجن المديح يعني لذلك انا عرقان الان. بس يعني هذا فد شيء اعتز به هو للعراق مو لي اني. الشيء الثاني انا افتخر انه المركز الثقافي العراقي هو المؤسسه العراقيه الوحيده بكل المؤسسات سواء كانت اقتصاديه او دبلوماسيه او ثقافيه او اللي زارها وزير في مكتبه. فاحنا زارنا وزير الثقافه وايضا كان شعار الاعجاب يعني. ويعني يمكن كان التقوا به مجموعه من الاخوان جالسين بينكم كان يعني معجب بالتجربه بشكل كبير يعني. فالحمد لله العراق غني وصعوبه اللي ذكرتها صعوبه التقديم في بريطانيا عمق العراق كان اغنى منها وسهل علينا كل شيء. سهل علينا المبدعين الفنانين والمثقفين العراقيين اللي انا يعني اقف صاغر امام كل واحد منهم اقف صاغر امام كل واحد تعامل بشكل ايجابي. لكن هناك مساله واحده يجب ان اذكرها صراحه هي الامانه. المركز الثقافي العراقي حورب من المؤسسات الاعلاميه العراقيه تلفزيونات خاصه بشكل رهيب لان هم ضمن مفهومهم الصحافه تعتمد على السب والشتيمه ودائما العراق مو زين ومقدم نموذج مو زين حتى مو يحشون يكونون هيروز بالشاشات التلفزيون. فكل المؤسسات حتى بعض المؤسسات انا عملت فيها لمده سنين لكن هذا ما لم يغفر لي ولم يغفر للمركز الثقافي العراقي. مع الاسف انه اللي اقوله انه يعني نحن كعراقيون نحارب نجاحاتنا نحارب المثال الجميل ونبرز الاشياء السيئه للاخر. انا ما اعرف شنو اللي راح تجني هاي القنوات لكن يعني استثنينا طبعا من هذا الشيء الاستاذ احمد الحلفي الرجل وكرمناه في امسيه سابقه تعامل بشكل عراقي جميل لم يجاملنا لم يحابي لكنه لم ينكر وجودنا مثل ما فعلت يعني بقيه القنوات اللي اعلنت حرب. انا ما يعني انا يعني ليس سياسيا عملت بالسياسه يمكن أن نسيت اقول هذا اشتركت بالانتخابات عام 2010 وخابرني احد اعضاء البرلمان الحاليين قال لي مبروك فزت علينا انت بيا محطه افضل شيء قلت انا فلان محطه لغى المحطه ب 200 مليون وراح صار هنا في البرلمان يمثلنا في صلاح الدين. فيعني هاي اللي كان المفهوم من المراكز الثقافية إنها تعكس صورة عن تراث العراق، فكيف سعى المركز لذلك؟ المركز الثقافي العراقي هو عبارة عن جدران صراحة كمسمى. نحن يعني سعينا لتجسيد الثقافة العراقية وتمثيلها من خلال المثقف العراقي والفنان، من خلال المبدعين، من خلال الأكاديميين، من خلال الثروة اللي أمامك الآن جالسة اللي أفتخر بها أنا دائماً. ابدا لم يعني اقف في يوم من الايام حيران في تقديم شيء عن العراق، بالعكس كانت تزدحم الافكار وتزدحم في ذهن الشخصيات اللي ممكن ان نقدمها. وعذرا لكل شخصيه عراقيه تستحق التقديم ولم يعني يسعفني الوقت في ذلك، ولربما في بعض الاحيان قد يكون جهلا او نسيانا. المهم تعددت الأسباب والموت واحد. أنا أكيد قصرت بحق بعض الإخوة المبدعين والأكاديميين لكن لم أقف حائر في يوم. لدينا فنانين تشكيليين ما شاء الله يعني نفتخر بهم. أقمنا معارض فنية لبعضهم في جامعات في مؤسسات بريطانية عريقة جدا. أنا جدا فخور أن لوجو المركز الثقافي العراقي في عمر 3 سنوات يطبع مع لوجو جامعة كامبريدج أو جامعة إكستر. هذا ما أعتقد منجز سهل ولا المؤسسات البريطانية تجامل أحد وتقول له تعال خلي اللوجو مالك بصف اللوجو مالي. لو لم يكن هناك منتج أو هناك كريدت حقيقة كان للمركز الثقافي العراقي. الكريدت ليس بسببي بسبب المبدع العراقي اللي موجود في بريطانيا. فأنا يعني لهم فضل لن أنسى أبدا. ما هي المطامح التي لم تستطيع تحقيقها في المركز؟ يعني المركز هو البعد الثالث للعراق. فهذا البعد صراحة ألتيمت يعني متناهي ما إلى حدود. المركز كان ممكن أن يتجاوز مسألة أنه نقيم أمسية أو ورشة، هذه أشياء جدا بسيطة صراحة.
أنا واحد من الأحلام مالتي يمكن ذاكرها لبعض الإخوان، كنت أتمنى أنه إحنا أحد المبدعين العراقيين يكون عضو في البرلمان البريطاني، وشي سهل جدا كان نسويه. ما نعمله لأغراض سياسية أو أنه إحنا مدفوعين مخابراتيا أو شيء أو كل هاي الأشياء، وإنما الهاجس العراقي اللي كان ممكن جدا أن إحنا نتعاون ببساطة شديدة نوصل صوت يكون صوت للمجتمع العراقي اللي انغبن كثير. ساعدتنا الدول الغربية كثير وبريطانيا من ضمنها، لكنها ظلمتنا كثير أيضا. فلو كان أكو صوت عراقي شريف وواعي ولا ينتمي إلا للعراق ممكن أن نختزل كثير. فهذا كان أحد هواجسي، ليس هاجس سياسي هو، لربما أنا كنت حالم بأن هذا الشخص يكون من الوسط الثقافي العراقي، سواء كان فنان تشكيلي أو روائي أو شاعر. مسألة أخرى كان يعني كان إحنا ابتدينا باستراتيجية معينة اللي هي أول ما ابتدينا المراكز كانت هي المهرجانات، كانت جدا ناجحة وتجتمع يجتمع فيها العراقيون بشكل جميل وصراحة مفرح. أنا كنت دائما أفتخر بها أمام الآخر، خاصة عندما تكون هذه المهرجانات خارجية في على ضفاف التايمز مثلا كان أحدها. هذه يعني صراحة الميزانيات يعني حرمتنا من هذا اللي أقول. أهم الذكريات التي ستحملها معك عندما تعود للوطن؟ يعني أني أشعر أني عراقي في المركز أكثر من ما أشعر بذلك في العراق، هذا اللي أحمله. شكرا دكتور عبد الرحمن. أنا فقط حبيت الدكتور عبد الرحمن. أنا من الناس اللي عمري ما دخلت لا سفارة ولا مركز ثقافي، لكن طريقتك الجميلة الطيبة، الأسلوب اللي اتبعتها مع العراقيين والجالية العراقية في لندن جعلتنا إحنا نتسابق حتى نجي نشوفك، وكفاية البسمة الطيبة اللي كنا اللي راح نحرم منها لأنه ما راح نعرف من راح يجينا. لا إن شاء الله يكون شخص أفضل من عندي إن شاء الله. وهذا يعني هي الابتسامة، لأني أنا صراحة فعلا أشعر بالانتماء لكل عراقي يدخل إلى المركز يشهد الله بدون بغض النظر عن جغرافيته. أشعر بأني أنتمي له، جزء من مشكلته، جزء من حلمه، أتمنى أنه هو يحقق كل شيء يريد. يعني ما أعرف، شعور بانتماء حقيقي لكل من يدخل للمكان. يعني أتمنى من الله عز وجل أن يخلينا إحنا العراقيين نرجع إلى أيام حبنا البعض، ننهي الطائفية الموجودة، ننهي البلاوي اللي حاصلة بلدنا. المفروض كنا نتقدم مو نرجع إلى 2000 سنة إن شاء الله. شكرا جزيلا. دكتور فريان. أنا ما عندي سؤال، بس عندي هدية بسيطة باسم الجالية الكردية وباسم. شكرا جزيلا. يعني يفتخرون بك. شكرا جزيلا. إن شاء الله تقبلها. بتسليم هدية تقديرية من السفارة العراقية للدكتور عبد الرحمن دياب مدير المركز الثقافي العراقي بلندن في الحفل الذي تقيمه الجمعيات المشاركة. تسلم. هذا نزل الجو. شكرا جزيلا دكتور. موفق إن شاء الله. سلمك سعادة السفير. شكرا جزيلا. يعني في هذا العطاء نما. الله يسلمك. شكرا جزيلا. تكون المسيرة مع المركز نفس المسيرة. العفو. شكرا. إن شاء الله نكون. شكرا جزيلا. بس ممنون. شكرا جزيلا. شهادة التقدير والعرفان من الجمعيات المشاركة والتي أخذت على عاتقها إقامة هذا الحفل الجميل. يتفضل
الدكتور المهندس علاء العاني رئيس مجلس الأمناء عن جمعية الكندي للمهندسين في بريطانيا. تتفضل السيدة هالة العقادي عضوة الهيئة الإدارية عن جمعية التشكيليين العراقيين في بريطانيا. تتفضل السيدة جيلاس معتصم الخليفة مديرة المنتدى عن المنتدى الثقافي العراقي في بريطانيا. أهلاً ومرحباً. يتفضل السيد عماد العبادي بتسليم الهدية التقديرية وكتاب الشكر والتقدير نيابة عن الجمعيات المشاركة للدكتور عبد الرحمن دياب مدير المركز الثقافي العراقي بلندن. شكرا جزيلا. توفيق ان شاء الله. شكرا. نبقى على تواصل. شكرا. اكيد. بارك الله فيكم. اخواني اخواتي، هذا التكريم الحقيقه هو مو بس لشخص، وانما تكريم من الوفاء من الجاليه العراقيه لانسان كفوء يخدم او خدم الجاليه العراقيه في بريطانيا. وان شاء الله تكون هاي سنه طيبه لكل المخلصين والعاملين، حتى نبين للعالم بانه مو بس احنا المخلصين ضد هذا الشيء. شكرا جزيلا استاذ عماد العبادي. شكرا جزيلا. شكرا. نعم تفضل. اعزائي الحضور مساء الخير وارحب بكم. في ظلمة الغربة الحالكة فتح لنا هذا المركز بابه وحضنه. نشكر جدا الدكتور عبد الرحمن ذياب على مبادرته بفتحه لحضن هذا البيت في جمعيتنا. نشكره مرة ثانية، ويعز علينا اليوم أن نقول له وداعا، بل نقول له إلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السفير العراقي المحترم، الأساتذة الأخوة المستشارين المحترمين، السادة الحضور الكرام، ارتأت الأكاديمية العلمية للبحث والتدريب في بريطانيا أن تكرم هذه الشخصية الكفوءة جدا التي ساعدتنا وفتحتنا هذا المكان، وما طلبنا شيء من عندها إذا ما وفر لنا إياه. نصف إحنا في وصف قصير، احنا نقول عمل دكتور عبد الرحمن كشعلة من النشاط، وابتسامته كهدوء الليل، وهدوءه واشراقته اشراقة الشمس المطلة علينا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا. تتفضل الشابة ليلى ابراهيم بتقديم هدية لوحات من فيلم بين الضلوع في الحفل الذي تقيمه الجمعيات المشاركة. Thank you very much. خلينا نشوف الهدية مال الصحفيين، ما خلي شيء مستور يعني. في الحفل الذي تقيمه الجمعيات المشاركة. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. طبعا يذكر الدكتور محي الدين والاستاذ غانم دوادر، احنا اول شيء وفد الى السفاره نريد مركز ثقافي مكانه مفتوح، فقال راح نفتح مركز ثقافي قريبا، ففرحنا كلش هوايه وصار المركز الثقافي. وجينا هنا وفعلا احتضننا، وذكر حادثه الدكتور يعني كان مسافر لعمان، سوينا مسرحية فللأطفال،
بس هو كان يعني قلق كلش انه خاف ما يفتحون المركز الموظفين هنا، فخابر من عمان موظف حتى يجي، فاجانا موظف طلع مخابر موظفين اثنين، خاف هذا ما يجي الاول، فكلش فرحنا جو ثلاثتهم فتحوا لنا الباب ودربنا احنا. وكتبت مره انه المسرح مثل يعني المركز كان خليه نحل، لانه كان اكو هنا يجربون الموسيقيين، هناك دوره مع النصح والارشاد، وكنا هناك رحنا نتدرب. فالمركز بالفعل خليه نحل نشاطات وشيء حلو. واخر شيء له انه هو يحاول انه يسوي نتوركينج والانجليز ايضا، لانه اتصلت بي احدى المخرجات وقالت لي انا عندي عمل مسرحي، واتصل بي الدكتور عبد الرحمن قال لي عندنا هيك طاقه، ففرحت كلش انه هو ايضا يجسر بيننا وبين الانجليز، فاشكره هوايه. ومثل ما قالت ست جلاس يعني ان شاء الله الى اللقاء ويرجع لنا. شكرا جميعا وسلام الله عليكم سعادة السفير وجميع المثقفين والأساتذة الكرام الذي منحوا هذا المركز الثقافي عطاء جميلا، وصافحوا مدير المركز وجعلوه في هذا المكان الجميل. لا أريد أن أطيل عليكم. سئل الخوارزمي وهو عالم رياضيات كبير، قالوا له ما هو الإنسان؟ قال الإنسان يمثل رقم واحد. فإذا كان هذا الإنسان ذا جمال فنضيف لرقم واحد صفر، وإذا كان ذا مال يعني يصبح عشرة طبعا، وإذا كان ذا مال نضيف له صفرين فيصبح مئة، وإذا كان ذا حسب ونسب فنضيف له صفرا ثالثا فيصبح ألف. أما إذا ذهب رقم واحد فتبقى الأصفار. دكتور عبد الرحمن ذياب أبو الحسن هو اللي بقى رقم واحد خلقا وفعلا، وأسس هذا المركز، وكلهم وصفوا ابتسامته، مو بس ابتسامة إنما فعل يعني كان معارض تشكيلية ومسرحيات كثيرة، ويعني خلق على طول الطريق. ويمكن يعني اللي أريد أقوله حفظ الله الشعب العراقي، وحفظ الله جميع المسؤولين الذين يريدون مصلحة الشعب العراقي، وحفظ الله العراق. قولوا له أريدنا، قولوا له يرد روحي يحسبها علي منه، ينخل الما تلقح عيب فلاح يحصد منه، ويكح للماركد بالعين يحدثات هجرنا. قولوا له أحبنا، قولوا له أريدنا، قولوا له يرد روحي يحسبها علي منه. السيدة فوزية الشندي شيء رائع جدا. أضم صوتي لكل الناس اللي حكوا قبلي عن دكتور عبد الرحمن. الحقيقة إنسان بمعنى الكلمة مسؤول من كل حادث يوصل إليه، يعني ما في يوم يعني سألناه عن شيء وقال أوكي لا ما أقدر، ما دائما يقول أوكي. فشكرا إليه لمساعدتنا في استضافة الجالية العراقية دائما. دكتور عبد الرحمن الأشياء اللي قدمها لكل الجالية معروفة، وقدم للمنتدى العراقي مساعدة كبيرة في احتفالنا بمر 25 سنة على تأسيس المنتدى العراقي، بكل موجودات في المركز الثقافي العراقي كانت تحت يد المنتدى العراقي لاستخدامها. شكرا جزيلا لكل ما قدمنا اياه خلال 4 سنوات. Thank you. شكرا جزيلا. Thank you very much. شكرا جزيلا. Thank you very much. تعديل بسيط اذا يسمح لي الامر، استعير جمله الدكتور صلاح النيازي.
لأنها جملة فضفاضة جدا. فقد وصف الدكتور عبد الرحمن بأنه يرعى الأشجار والفسائل. عجبتني الجملة جدا لأنه بحق الدكتور عبد الرحمن رعى فسيلة صغيرة حيث افتتحنا مدرسة الموسيقى العربية وكانت نواة لمدرسة إن شاء الله ستكون كبيرة بجهوده وحضوره المميز من إدارة الأستاذ أحسان الإمام. وما معي الكيكة، مو أنا اللي جايبة الكيكة، أنا ثناء العروسي فقط بلا كيكة. المركز الثقافي أول ما انفتح وكنا جايين من هولندا، وبهولندا عشنا ماكو يعني مراكز ثقافية ولا اكو عراقيين هواي، فكان هذا أول شيء يعني مثل مفاجأة إنه فرحنا به، وخصوصا بالنسبة للأطفال لأنه كنا نتمنى إنه يتعلمون يشوفون المجتمع العراقي شنو، ومو بس إنه إحنا نتكلم يعني نتكلم عن المجتمع العراقي. فكانت هنا فرصة كبيرة للأطفال مثلوا بها السندباد في بغداد، يحضرون كثير من الفعاليات. فإحنا نشكر الدكتور عبد الرحمن إنه وفر لنا هاي الفرصة، والمركز الثقافي طبعا وكل الستاف. شكرا جزيلا. للسيدة ثناء رغاوي. عذرا لكل شخص أنا قصرت بحقه بهاي الفترة، لكن عشمي أني لم أقصر أبدا والله متعمدا مع أحد، لكن الإنسان يعني مجبول على الأخطاء، أكيد كانت عندنا أخطاء معينة. اعتقد من اسباب نجاح المركز انه احنا هنا ما عندنا مدير وزعيم وبوس ورئيس، يعني احنا نشتغل كتيم، انا وياسر وعلاء والاخ محمد والاخوان كانوا موجودين ايضا. ف يعني روح الفريق هي الاساس اللي ارتكز عليه عمل المركز، واعتقد هو اساس النجاح. لان شبعنا انانيه، شبعنا دكتاتوريه، شبعنا قاء الضروره، شبعنا من هاي السوالف كلها. تسعد. اعتقد احنا محتاجين يعني الى رؤيه جديده مختلفه باداره مؤسساتنا حتى نقدر نوصل الى الشيء، اذا كنا نريد نوصل.